علينا ان نهتم في نظري بهذا، نتقطوا هذا الموضوع ديال الاهتمام المغاربه. انا كنظن ما كاينش شي تعديل حكومي في تاريخ المغرب اللي اهتموا به المغاربه بالشكل اللي اهتموا به حاليا، ماشي فقط اهتموا به ولكن كانت عندهم ايضا اراء وكانوا كيطرحوا وكان في نقاش وكان في حديث يومي. طبعا الفرقاء السياسيين التزموا بان يمر هذه العمليه المشاورات في اطار نوع من التكتم. طبعا راه غيجي الوقت فاش غتوضح جميع الاشياء، وانا اعتقد بان السيد رئيس الحكومه وايضا السيد رئيس حزب التجمع الاحرار لابد ان يبسط للراي العام جميع المعطيات، لكن حرصا على نجاح هذه العمليه كل ما نشر في الصحافه يمكن ان اؤكد لكم بانه مجرد تسريبات لا علاقه لها بحقيقه الاشياء. ولذلك الا بغينا نتبعوا الصحافه راه كاين اكثر من 70 وزير او 80 وزير اللي تذكرت الاسماء ديالهم، ولكن ما هو رسمي هو ما سنشاهده ان شاء الله في الايام القليله القادمه. سمعتي السي بن حمزه بهذا التبرير او بهذا التحليل ديال السي حميد الدين؟ لا، بكل تاكيد اننا في لحظتين فارقه. نبغي ناكد انه حزب استقلال لما قدم ملاحظات ديالو من داخل الحكومه قدمها كحزب استقلال ماشي امين عام ديال حزب استقلال. يعني هذه مساله لابد ما نوضحوها. والامين العام لحزب استقلال ناطقا رسميا باسم حزب استقلال ويعبر عن راي الاستقلاليين ومؤسسات الحزب. اذا هذه نقطه اساسيه. النقطه الثانيه قال سي حميد الدين انه وقع الاهتمام بالسياسه. اسمح لي انا نتفاعل مع هذه الفكره ونقول بانه الا كان شي مغربي اصيب بغيبوبه في نوفمبر 2011 في الفتره ديال الحمله الانتخابيه وفاق اليوم غادي يعاود يرجع للغيبوبه. اليوم الحكومه المزمع الاعلان عنها في غضون 24 ساعه تقريبا النصف ديالها من احزاب اللي كانت كتنتمي للجيويت اللي كانت في قمة ديال المواجهة مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات. هذا بوحده يصيب الناس بالإحباط على المستوى السياسي ويؤثر على الاهتمام بالسياسة بصفة عامة. هنا ماشي جديد السي بن حمزة في الممارسة السياسية في لا ماشي جديد في ظل وضعية مختلفة. في ظل وضعية اللي كترفع فيها شعارات كبيرة على التطور اللي عرفوا المشهد السياسي والمشهد الدستوري اللي بدا يسمح لنا بإمكانيات كبيرة جدا فيما يتعلق بتحقيق تراكم إضافي في العملية الديمقراطية. نعطيو مثال اليوم شنو هو الخلاف اللي كان ديال حزب الاستقلال مع السيد رئيس الحكومة بالدرجة الأولى؟ ما كانش الخلاف مع حزب العدالة والتنمية، كان مع السيد رئيس الحكومة بصفته الدستورية. المطالب اللي ترفعت في 3 يناير كان أولا القيادة الاقتصادية للحكومة. اعتبرنا على انه هناك تخليات كبيره على المستوى الاقتصادي، ولهذا اليوم التركيبه الحكوميه غنشوفوا يعني القطب الاقتصادي كله فين هو. النقطه الثانيه هو قلنا بانه تعدد المسؤولين على القطاع الواحد وتشتت الوزاره الواحده بين اكثر من حزب يضر بمبدا الدستوري اللي هو المسؤوليه في مقابل المحاسبه وتضيع المسؤوليه في هذا الباب. قلنا بانه لابد من تجميع اقطاب وزاريه لتسهل عمليه اتخاذ القرار، واعتبرنا على ان الدستور ديال 2011 من بين الامور الاساسيه والتطور الايجابي اللي كان فيه هو انه من اختصاصات مهمه بالنسبه للمجلس الحكومي، وهذا في برنامجنا الانتخابي وضعنا انه يمكن يعطينا نقطه في معدل النمو لانه غادي يحسن الحكامه. ما ننساوش بانه في الدستور ديال 96 المراسيم كان خص يجتمع المجلس الوزاري لاتخاذها. ولهذا اعتبرنا اليوم ما تحقق على المستوى الوثيقه الدستوريه يعطي امكانيه تطور مهم لا على المستوى الديمقراطي وعلى المستوى التنموي. طالبنا ايضا بالرفع من تمثيليه النساء. صحيح هذا الشيء غنشوفوه في الحكومه المعدله، ولكن رفض السيد رئيس الحكومه ان يستجيب لحزب الاستقلال في هذا الموضوع. بل طالبنا بتقليص عدد الوزراء، وسنفاجأ غدا بالرفع من عدد الوزراء في نفس الوقت اللي رئيس الحكومه كيدير مذكره توجيهيه ديال اطار القانون الماليه اللي فيه تقليص المناصب ديال الشغل، وفي نفس الوقت هناك الرفع من مناصب الوزاريه في ظل الازمه وفي ظل، ولهذا كنعتبروا بانه اليوم هناك سمحتي لي غنرجعوا لهذاك الشق الاقتصادي. لا غير نكمل غير الفكره، ما تنتكلمش في الشق الاقتصادي فقط فيما يتعلق بشكل الحكومه. هذه المساله اللي تكلمنا على الهضره ديال الزمن هذه ماشي كلام غير ديالي،
خصنا نرجعوا راه المقال ديال السي سليمان العمراني النائب الامين العام لحزب العداله والتنميه تكلم في هذا الشيء مقال مطول وتكلم فيه على انه يعني من الاسباب اللي كتاثر على المشاورات هو ناس من داخل حزب العداله والتنميه وقياديين من حزب العداله والتنميه بتصريحات ديالهم الموقف ربما ديال السي سليمان العمراني ماشي الموقف ديال حزب العداله والتنميه. لا تنقول لك بمعنى انه تقييم ديال المشاورات ما منطلقش فقط غير من حساسيه سياسيه. يعني ما صدرش بلاغ رسمي للحزب يعني. ما تنتكلمش انا على البلاغات الرسميه، تنتكلم على فاعل سياسي تيدير تقدير ديال واحد المشاورات، بمعنى انه ملي كنقول هذا الشيء وقع فيه تاخير ماشي بالضروره لانني انطلق من موقعي كواحد الحزب عنده خلاف مع حزب العداله والتنميه، كنقول حتى من داخل حزب العداله والتنميه هناك وجهه نظر محترمه اللي قالت بهذا الشيء فوقته. ولهذا كنعتبر على انه اليوم مثلا حنا الحكومه دابا القانون المالي الثالث وحنا كندخلوا غنوصلوا وهذا غادي يعطينا مشكل في المحاسبه. خلينا غنسالوا مع النقطه الاولى ديال فقط غير نكمل هذه السي جامع. اليوم التجمع الوطني للاحرار غادي يدخل واش غنحاسبوه غدا على القانون المالي اللي ديال 2014؟ اليوم اللي كنتكلموا على انه المساله ديال التركيبه وديال البرنامج خدات وقت خصنا نكونوا الان، وهذا الكلام قالوا السي حميد الدين مهم اليوم، اذا خصنا نكونوا امام تصريح حكومي جديد. احنا غادي نشوفوا في الايام المقبله واش غيكون تصريح حكومي جديد. نشوف كان واحد السؤال ربما موجه للسي القانون المالي كيخضع الان للمناقشه المشروع ديالو مع الاخوان في الاحرار. التصريح الحكومي اللي كانت واحد العدد ديال الافكار. اذا سمحتوا لي غنسول السي الحلال والتنميه ما عندوش مشكل ولكن كاين حزب عرضها. سي حمزه اذا سمحتي لي غنسول السي الطربي العالمي، هل في تقديرك انه هذا المسار المشاورات اللي تكلمنا عليه لحدود اليوم يعني يوفر ما يكفي من الضمانات بانه ما تعاودش عاوتاني السيناريو ديال واحد الازمه من 3 شهور 4 شهور ونبقاو في ذاك الضياع ديال الزمان السياسي كما كيقولوا بعض المتتبعين؟ احنا في واحد الوضعيه او بين رايين، كل واحد عنده احقيه ديالو، متفقين بانه خدينا الوقت للتفاوض، كذلك متفقين ان كاين الهضر ديال الزمن لانه هذا عنده تبعات تاثير على الاقتصاد على الاجتماع على يعني دفع اتخذت قرارات جريئه مثلا المقايسه الزياده في اسعار المحروقات في غياب واحد تصور شمولي الى غير ذلك. تالي كذلك كانت تجربه ديال سنتين احنا قريناها بمنظور ايجابي، ما وقفناش عند فقط الاختلالات، وهذيك الاختلالات كنعلقوا ذاك المشجاب باش نبينوا من هو المخطئ، لان في اخر المطاف الذي يؤدي الفاتوره هو المغرب وهو المواطن. بالنسبه لنا الاعتقاد ديالنا بسيط جدا، ان هناك استقرار في هذا البلد يضمنه جلاله الملك. الاغلبيه هي مسؤوله عن ضمان استقرار الحكومه وحشد الاغلبيه داخل البرلمان لاتخاذ مجموعه من القرارات الاجرائيه، لكنها مسؤوله في نفس الوقت، وهذا الشيء ما عشناش في السنتين الماضيتين، ان تشرك المعارضه في كل ما يهم ما هو مشترك بين المغاربه. لما كنتكلموا على القوانين التنظيميه اللي هي مكمله للدستور، المنطق ديال الدستور اللي كانت فيه اشراك جميع الفعاليات ديال المجتمع المغربي بمختلف فاعليه، كانوا سياسيين اقتصاديين اجتماعيين مجتمع مدني نقابات الى غير ذلك، هذا المنطق يجب ان يحكم كل القوانين التنظيميه. ملي كنجيو القوانين التنظيميه وحنا حددنا الاولويات وعملنا اولويات سياسيه واولويات اقتصاديه واولويات اجتماعيه، اللي حنا كتجمع وطني الاحرار باتفاق مع الاغلبيه الاولويات مراجعه الاولويات، هذا هو اللي مهم، شنو نقدروا نديروا خلال 3 سنوات المقبله على اساس انه الاستقرار ديال الاغلبيه يضمن للحكومه ان تستمر الى نهايه ولايتها. هذا باش كيبقى المغرب متميز، راه حنا ماشي الانظمه الاخرى اللي كيطيحوا في وسط الطريق ولا هذا ولا شي حاجه، نحن نحترم الدستور، هناك جلاله الملك اللي كيضمن استقرار البلاد، الاغلبيه تضمن استقرار الحكومه، استقرار القرارات، كنعطيو اشارات ايجابيه للعالم الخارجي كله لانه حنا ماشي بوحدنا، كاين تحولات جيوستراتيجيه، اذا واش حنا مسؤولين؟ كنظن حنا مسؤولين من باب هذه المسؤوليه، بغض النظر على ما يكتب وما يلفق الينا وغا كنديروا واللي فاق مع الصباح شي واحد كيترشح ما كينجحش وكيجي كيعطي الدروس الى غير ذلك، لانه الديمقراطيه بقواعدها كامله. من هذا المنطلق حددنا الاولويات، قلنا القوانين التنظيميه شحال كاين قانون تنظيمي 13، واش قادرين نخرجوها فيما تبقى من هذا؟ خصنا نتفقوا ونقولوا اودي راه حنا عاجزين، ما يمكنليناش نطبقوا الماده ديال الدستور ونخرجوا جميع القوانين التنظيميه، كاين تاخر خلال السنتين الماضيتين،
نقولوا علاش قادرين؟ علاش قادرين؟ ونوقفوا ونكونوا واضحين. والباقي وحنا ماشي مشكل، ما غاديش هذا. النقطة الثانية هو تحديد الأجال ديال الانتخابات. خصنا من الآن تكون لاجوندا واضح مع جميع الفاعلين السياسيين أن انتخابات الجماعية ستكون في يوم كذا، انتخابات تشريعية في يوم كذا، الجهوية اش من مشروع ديال الجهوية متقدمة خصو يكون، لأن النقاش ما كاينش دابا الآن إلى غير ذلك. لما كنجي التنفيذ أو يعني المناقشة ديال هادشي كله، ما خصناش نعيشوا ما عشناه في النهاية ديال البرلمان، ديك الأزمة حول القانون التنظيمي اللي وقع فيه. ما خصنا نتفاهموا من الأول بداية كبرلمان أغلبية ومعارضة وكأغلبية مساندة للحكومة. اسمح لي، أنا ماشي أنا في الوزير في الحكومة وأنا كنتاقد، أنا في الأغلبية ديالي وأنا كنتاقد على برا. هادشي ما نقبلوش حنا التجمع، إما معانا كنتذاكروا نتفقوا قبل ما ناخذوا القرار. حتى واحد ما ياخذ القرار بدون نقاش، يكون المشترك نتفقوا عليه، ديك الساعة باش يمكن لينا ننجحوا. اعتقد الا كان هذا الشيء حتى المعارضه غادي تنخرط، ما غيكونش مشكل. الفاعلين الاجتماعيين اليوم اللي كنمشيو لما هو اجتماعي او الاولويات الاجتماعيه، هناك اشكال في الحوار الاجتماعي. اذا خصنا نناقشوه. خصني انا باش ننجح في تنفيذ المنظومه ديال الاصلاح القضاء، خص يكون عندي لابي سوسيال داخل المحاكم. لما نتكلم انا على اصلاح صندوق المقاصه، خص يكون عندي اتفاق مع النقابات. لما نبغي ندير شي حاجه خص يكون واحد الاتفاق، ماشي حيت انا عندي سلطه عطاها لي الصندوق ما نتشاور حتى مع شي واحد. لا، هذا المغاربه كلهم. اذا هذه الطريقه المنهجيه الاشتغال في حد ذاتها اخذت وقتا من الزمن لمناقشه المنهجيه ديال الاشتغال، كيفاش نعالجوا الملفات، لانه نحن مطالبون بمعالجه هذه الملفات. لما كنجيو الاقتصادي، وانا كنتفق ان ما وصلت اليه الماليه العموميه اليوم راه يجب دق ناقوس الخطر. إذن إما الآن تكون عندنا الجرأة والشجاعة باش ناخذوا القرارات الموجعة، لكن ماشي على حساب ما هو اجتماعي، ماشي على حساب ما هو اقتصادي. اليوم الباترونا في المغرب ما عندهمش لا فيزيبيليتي، ما عارفينش اشنو جايب القانون المالي. أنا متفق في هادشي كله. الآن لما تشكل الحكومة في يعني الساعات المقبلة، ما كنعرفش انا، هذا جلالة الملك واللي كيحدد الوقت مع رئيس الحكومة، الدخول البرلماني خاص تعبئة ديال جميع الفعاليات، كل واحد من موقعه، الجميع يخدموا المغرب، وما كاينش مزايدة. شي واحد في المعارضة راه لا يخدم المغرب، واحد في الأغلبية هو الذي يخدم المغرب. هذا هو المنطق اللي كيشتغل به التجمع باش كنوفروا الشروط النجاح، وفي آخر المطاف الذي ينجح هو الحكومة، هو المغرب، هو المعارضة، هي الديمقراطية. وأعتقد هناك يكون نقاش حول، وخصنا نخرجوا من هنا. كنقولها إلا سمحتي، وهذا الشيء غادي نسهروا عليه وأنا جالس في البرلمان وغنقابل هذا الشيء، ما كاينش شخصانة النقاش، نتكلموا في ملفات، نحاولوا نراجعوا الطريقة ديال النقاش ديالنا كاملين. الطالب العلمي جالس في البرلمان، يعني ما عندكش حقيبة وزارية في لا في البرلمان، أنا رئيس فريق. نشوف بذلك. نشوف السي عجاب، واش أنتم لمستوا بأن كاين هاد البوادر ديال أنه ربما التغير، ما أسمت السي الطالب العلمي بتغير في المنهجية ديال الشغل مع الفرقاء في المعارضة، والرجوع لديك الروح اللي كانوا اتفقوا على الفرقاء في إعداد الوثيقة الدستورية بضغط من الزمن السياسي آنذاك والشارع، أنه كانت منهجية توافقية وكان الاتفاق ضمنيا على اساس انه ديك المنهجيه تبقى تف في تنزيل يعني دوك المشاعر القوانين التنظيميه كلها. واش كتلمسوا بان كاين هاد بوادر الانفتاح على المعارضه واشراكها فاش؟ يعني لما كتحدثوا على تدبير الوثيقه الدستوريه، وكيظهر لي هذا بدايه مزيانه بالنسبه لي، هو لما جلاله الملك عين اللجنه المكلفه باعداد الدستور. هاد اللجنه يعني خاطبت المكونات ديال الحقل السياسي، الحقل الاجتماعي، المجتمع المدني، يعني خاطبت كل المكونات ديال المجتمع باش تاخذ الراي ديالها في هذه الوثيقه الدستوريه في تدبير اعداد الدستور. ومن بعد حتى اصبح وثيقه نهائيه وصدق عليه المغاربه بفتح يوليوز، يعني واحد المسلسل من المشاورات التي شارك فيها جميع الطيف السياسي والاجتماعي والنقابي، كل شيء شارك في صياغه الوثيقه الدستوريه. على خلاف هذا المنهج التشاركي، يعني رئيس الحكومه في التشكيله الحكوميه الاولى، هذا الشيء الاحتياطات اللي كيهضر عليها السيد رشيد الطالبي العالمي،
ما أظن على أنه حزب الاستقلال والمسؤولين والقيادة حزب الاستقلال لم تكن تدرك على أنه البداية ماشي غير حزب الاستقلال في نهاية المطاف، التقدم الاشتراكية، الحركة الشعبية، هذه المكونات التي صنعت الأغلبية اللي حكمت هذا السنة، السنة والنصف ولا سنتين دابا. طبعا كانت هذه الاحترازات وتم الاتفاق على ميثاق الأغلبية، تم الاتفاق على برنامج حكومي وحلال البرلمان صدق عليه. لكن اللي كان تخوفوا منه واللي هو التدبير الانفرادي ديال السيد رئيس الحكومه اللي هو اللي سبب الازمه مع حزب الاستقلال، لان حزب الاستقلال لم يختار ان يخرج للمعارضه. انا كنعتقد بانه حزب الاستقلال وجه الى السيد رئيس الحكومه مذكره يطرح فيها القضايا، وما وجهلوش هذه المذكره كتابه واشهد عليه الراي العام، حتى يعني لم يجد الاذن الصاغيه باش يسمعوا رئيس الحكومه في الدوائر التي يفترض أن تدبر فيها هذه الأغلبية. ثم إذن اللي صعب وعقد المأمورية ديال السيد رئيس الحكومة في الوصول إلى التشكيلة الحكومية وجعل المغرب كيعيش هذا الزمان ديال الانتظارية بتكاليفها اللي ما يمكن حتى شي واحد يتنكر الأهمية والخطورة ديال التكاليف ديال الانتظارية اللي يمكن نهضروا فيها من بعد، هو الطريقة ديال التعامل ديال السيد رئيس الحكومة، التعامل ديالو مع حزب الاستقلال اللي الامر لم يكن يتعلق بشخص الامين العام لحزب الاستقلال، بحزب الاستقلال اللي الامين العام هو تعبير عن اراده حزب الاستقلال، واللي لا يمكن لاحد كيف ما كان ان يتطاول على اراده الاستقلاليه والاستقلاليين في الاختيار ديالهم الحر. ما يمكنش نقولوا حنا الاستقلاليين علاش درتوا شابط كتيب عام، غادي يكون هذا من لعبات السياسي. فلذلك الطريقه التي دبر بها السيد رئيس الحكومه تدبيره للشأن العام الانفرادي في كثير من نواحي الحياة العامة اللي يمكن نرجعوا لها بتفصيل أكثر، وكذلك التصرف، وهذا هو الخطير اللي بدر الوقت ديال تشكيل هذه الحكومة، هو أنه يعني تخلقت جراحات في جميع المكونات الحقل السياسي. يعني إخوان في الأحرار، أنا لا ما بغيش نكأ الجراح، ولكن يعني ما قيل عن السيد الامين العام للتجمع الوطني الاحرار السي مزوار شنو تقال عليه من طرف قياديين في حزب العداله والتنميه، وصفه كما قيل عنه من طرف الاتحاديين في واحد المرحله، الاحزاب الاداريه، حزب الوطار، حزب لا بالنسبه لنا احنا لما كنا كنقولوا هذا الاحزاب الاداريه والصانعه والكوكوت مينوت كنا كنقولوا هذا الشيء. طبعا كنا كنقولوا هذا الشيء ماشي جديد في الممارسه السياسيه، ماشي جديد طبعا، ماشي جديد، لكن ماشي ما كناش كنتهموا الناس يعني بالاتهامات اللي سمعناها في حق السيد مزوار ومن قاده يعني مسموعين الراي ديالهم في حزب العداله والتنميه. فلذلك انا كنعتبر على انه ما كاينش حتى شي ضمان اليوم مع التوجه ديال السيد رئيس الحكومه وطريقه التدبير ديالو للاشياء، يعني دائما سيبقى القلق قائما والتوجس قائما، ونتمناو على الله احنا لا نريد لمغربنا الا الاستقرار ويدبر الاشياء ديالو، ونتمنى ان لا تتكرر واقعه حزب الاستقلال. نشوف شي زين ديال عندك شي تعليق على الافكار اللي سمعتيها الان؟ هو اولا نبدا من مداخله ديال الاستاذ حميد الدين فيما يتعلق بمساله ديال الحكومه. بالفعل احنا ما عندناش حكومه خالصه في المغرب، احنا عندنا حكومه ائتلافيه، وكنكونوا امام حكومه ائتلافيه هي مرهونه بعنصرين اساسيين، نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي. نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ما كيمكنش حكومه على انها تكون كامله، خاصها ضروري تدخل في تفاوض مع احزاب اخرى، هذا هو الشيء اللي عطى الله السوق. يعني باش نتكلموا معاك خصنا نفكروا في اعاده النظر في نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي باش يمكن على ان تكون عندنا واحد الحكومه خالصه. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني فيما يتعلق بمساله ديال الهدر الزمن السياسي، بالفعل كان هناك هدر الزمن ديال السياسي بشكل كبير بزاف. الا كانت حكومه السيد عبد الاله بن كيران الاولى تشكلت في ظرف ديال جوج ديال الاسابيع، اليوم راه ثلاث شهور ديال التوقف غير في المفاوضات، وهذا فيه انتظارات كثيره جدا ديال المواطن. اليوم المواطن من صوت هذه الحكومه وقبل بها قبل على اساس انه خصها تكون اجراء لمجموعه ديال الحوايج، لحد الان باقي ما كنشوفوش هذه الحوايج على ارض الواقع، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الاقتصادي. فيما يتعلق كان اهدار حتى لمجموعه ديال الفرص، ما كانش حوايج اللي كانت واجده، بحال مثلا غنتكلموا على الجهويه، الجهويه ما كناش غنرقوا من الفراغ، كاين تراكم ديال المغرب من 71، كاين تقارير ديال اللجنه ديال السيد عزيمان، لماذا لم يتم الاشتغال على هذا المشروع؟ لحد الان باقي ما كنشوفوا والو في هذا المشروع، وهذا مشروع هيكلي، يعني ما يمكنش نتوقعوا ان بين عشر وضحاها غادي نجيو غنديروا مشروع
ديال الجهويه هكذا، قيس على ذلك الامازيغيه، قيس على ذلك مجموعه ديال الحوايج اللي هي اساسيه للغايه. نقطه اللي اثارت الانتباه ديالي فيما يتعلق بهذه المساله وهي مساله ديال المعارضه. الديمقراطيه كنتكلموا عليها خصنا نتكلموا عليها كشريك مع الاخر، يعني كشريك مع المعارضه، لان المعارضه هي حكومه الظل. وبالتالي التعاطي ديال الحكومه مع المعارضه كان تعاطي فيه مجانب، فيه واحد التعسف في استعمال هذا الحق ديال الحكومه. ناخذ غير على المستوى ديال القوانين التنظيميه، حنا كناخذوا الساده النواب على انه ما كينتجوش، كتلقاو دائما ديك الظاهره ديال تفوق مشاريع القوانين على حساب مقترحات القوانين. في الدوره ديال ابريل كنلقاو 22 مشروع قانون مقابل مقترح قانون واحد. من كيجي تقدم اتحاد الشركات تقدم بمقترح قانون تنظيمي حول الحق في المعلومه، تمت مصادره هذا الحق ديالو من قبل الحكومه. هذا الجانب الاول. نفس الشيء بالنسبه لتجمع وطني الاحرار فيما يتعلق بالنسبه لتقديم عرائده كيتقدموا. اذا خصنا نشوفوا ماشي الوثيقه الدستوريه، نشوفوا روح الوثيقه الدستوريه اللي هي كتمكن المعارضه بغض النظر على الفصل 10 اللي كيقول على ان المعارضه راه قوه اقتراحيه وقوه رقابيه، خصنا نمكنوها فعليا على انها تمارس هذا الدور هذا، باش اولا نرفعوا من الانتاج التشريعي من جهه، وثانيا على ان يكون هذاك الاستبطان الذهني عند الفاعل السياسي على ان المعارضه اليوم انت اليوم في الحكومه غدا تولي في المعارضه، وبالتالي خص تمكن لك الحكومه من الحق ديالك في ممارسه هذا الحق. هذا يعني جانب اساسي جدا. لاحظنا ان كاين واحد الاحتقان كبير جدا بين الاغلبيه وبين المعارضه في هذا المجال. ننتقل للابرز يعني مستجدات في الخريطه السياسيه، خصوصا يعني بعد انتقال يعني حزب الاستقلال من الاغلبيه الى المعارضه ودخول التجمع الوطني الاحرار على الاقل في المشاورات وفي المفاوضات لتشكيل الاغلبيه الجديده. فالتقرير اللي فيه كذلك وجهه نظر بعض المتتبعين للشان السياسي المغربي، ونواصل النقاش فيما بعد. دخول برلماني جديد عقب تطورات الأحداث السياسية للأشهر الأخيرة. السؤال الأبرز للدخول هو مدى تأثير الأحداث على المؤسسة التشريعية، خصوصا أنها أحداث أكدت مقولة ألا صداقات ولا عداوات ثابتة في السياسة. فصديق الأمس حزب الاستقلال ترك سفينة الأغلبية، بينما غريمها التجمع الوطني للأحرار ارتأى الالتحاق بطاقمها. الآن هل نحن أمام أغلبية متجانسة؟ سيطرح هذا يعني فرص ولكن أيضا تحديات بالنسبة للأغلبية الجديدة، سيما التحدي المتعلق بإشراك مختلف مكونات الأغلبية في قراراتها الاستراتيجية، سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى البرلماني، وإلا هناك مخاطر إعادة إنتاج نفس يعني المشاكل والتحديات التي كانت تتعلق بإشراك إحدى المكونات السابقة للأغلبية. الانتخابات التشريعية ل 2011 جاءت بانتصار جلي للعدالة والتنمية في الانتخابات، لكن تركيبة البرلمان دفعت حزب المصباح إلى اللجوء لحزب الاستقلال وأحزاب أخرى لتكوين أغلبية مريحة. بعد انتخابات جزئية وطعون دستورية وانسحاب الاستقلال، تحولت تركيبة الأغلبية والمعارضة. الحزب الأول برلمانيا فقد مقعدا له غريمه الاستقلال، بينما الحليف الجديد الأحرار كسب مقعدين والحركة الشعبية مقعدا واحدا. السؤال الآن، هل الحكومة والأغلبية النيابية الجديدتان قادرتان على كسب الرهانات التشريعية الكبرى؟ الأنظار كلها ستكون متجهة إلى هذه الإصلاحات. أكبر ورش للإصلاحات هو ما يتعلق بصندوق المقاصة، والذي تم تطبيقه تم الشروع في تطبيقه بشكل جزئي في إطار نظام المقايسة، والذي أثار جدلا كبيرا. الآن سنرى ما هي الإصلاحات الكبرى، خاصة ما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي المالي. المعارضة البرلمانية بدورها أمام امتحان جديد، تدبير عملها المشترك وتعزيز قوتها الاقتراحية داخل مجلس النواب. الدخول الجديد يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى الصراع بخصوص رئاسة مجلس النواب، فوصول كريم غلاب إلى المنصب جاء بعد صفقة سياسية بين حزب العدالة والتنمية وشريكه حينها الاستقلال، فماذا قد يحدث الآن؟ لا أظن أن رئيس مجلس النواب الحالي يعني لديه استعداد الآن لتقديم استقالته، ولكن سننتظر إلى منتصف الولاية التشريعية في أبريل، حينها سنرى هل الأغلبية الحالية ستقدم مرشحا لها لرئاسة المجلس، خاصة أننا نعلم أن المشاورات الحالية التي تتم بين الأغلبية الحالية بما فيها حزب التجمع الوطني الأحرار لم تطرح لحد الساعة موضوع رئاسة مجلس النواب خلال المشاورات. مع النظام الداخلي الجديد المعارضة هي تتوفر على فرص فعلية، أولا لبناء أجندة تشريعية بديلة، يعني في حالة ما إذا تعثرت الأجندة التشريعية الحكومية عبر مشاريع القوانين، المعارضة تتوفر مبدئيا على أدوات تمكنها
من لعب دور التوازن مع الأغلبية الحكومية بشكل يتجاوز منطق تمثيل النسبي. عنوان المرحلة وخارطة سياسية جديدة، أما إعادة ترتيب أوراق الأغلبية والمعارضة على حد سواء فيفتح المشهد البرلماني والسياسي على أفق جديد. المرجح أن التجاذب بين مختلف الفاعلين الحزبيين سيشتد، والهدف كسب كل حزب لمواقع جديدة بالمشهد السياسي بالبلد. إذا ننتقل للنقطة الثانية، يعني تقريبا بعد 48 ساعة وأقل من ذلك بالضبط يوم الجمعة المقبل وقع افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، الدورة الخريفية ديال هاد الدورة الجديدة. كاين من يقول بأنه ربما هاد ما وقع في الخريطة السياسية من انتقالات يقدر يأثر أو سلبا أو إيجابا على الشغل وعلى الأداء. كاين كذلك من يدعو إلى أنه ربما الطريقه ديال التمرين التمرين السياسي اللي اشتغلوا فيه جميع الفرقاء يعني في ظل الدستور الجديد اللي انتج كما سمى السي زين الدين بعد التشنجات في العلاقه ما بين الحكومه وبين المعارضه انه يتم التجاوز ديالو. ما عرفتش كل واحد من وجهه النظر نظره الى اي حد ممكن انه نتسناو من هذا الدخول الجديد من هذه الدوره الجديده انه تكون ربما تجاوز هذا بعض التعثرات ديال الاشتغال اللي كانت تم في السنتين الماضيتين. هو من المؤكد اننا كنعيش واحد الفتره انتقاليه، المؤكد انا كنظن بانه الدستور الجديد والسياق السياسي اللي جا فيه الدستور الجديد كيفرض على الجميع ان يتكيف مع هذه المرحله الانتقاليه. طبعا جميع المؤسسات وعلى راس الاحزاب السياسيه حتى تعطي معنى للسياسه وحتى تعطي معنى للخطاب السياسي الذي تتعاقد به مع المواطنين، ايضا الفاعلين الاقتصاديين لينتقلوا من ثقافة بعضهم الريع إلى ثقافة الإنتاج والعمل، أيضا الجهاز البيروقراطي الإدارة المغربية من ثقافة يعني الحب فقط الأجر عوض العمل والكسب والاجتهاد من أجل تطوير المردودية والإنتاجية الإدارية، الفاعلين الاجتماعيين أيضا من الدفاع فقط على القدرة الشرائية إلى مراعاة أن هناك توازنات ماكرو اقتصادية إذا لم نتحكم فيها فإن ذلك يهدد بلادنا بعدم الاستقرار. هادشي كله كنظن كنعيشوا في واحد المرحلة انتقالية. طبعا ونحن نخوض هذه المرحلة الانتقالية راه لا يمكن أن نتحدث إلا عن المنهج التشاركي وإلا عن المنهج التشاوري. طبعا ليس صحيحا ان خروج حزب الاستقلال من المعارضه الى المعارضه مرتبط بالتدبير الانفرادي للحكومه، هذا تاويل وتفسير لحزب الاستقلال او للاخوان اللي كيتكلموا باسم حزب الاستقلال. الواقع هو شيء اخر لا علاقه له بهذا المعطى اطلاقا، ويمكن ان اؤكد بان السيد رئيس الحكومه وجميع احزاب التحالف بما في ذلك الاخوان في الحركه الشعبيه او في حزب التقدم الاشتراكيه يمكن ان يؤكدوا هذا الكلام بانه الامين العام لحزب الاستقلال كان له منظوره الخاص للتعاطي مع مؤسسه رئاسه الحكومه. هذا المنظور في اعتقادي الشخصي لا يراعي باننا انتقلنا من منصب الوزير الاول الى منصب رئيس الحكومه، ويريد ان يحتل الى جانب رئيس الحكومه موقع مؤسسه رئاسه الحكومه، هذا شيء اخر، فرق بين التشاور وبين ان تكون الى جانب رئيس الحكومه. اما التشاور والتدبير التشاركي القرارات فهذا كان يتم، والدليل على ذلك ان وزراء حزب الاستقلال كانوا من انشط الوزراء داخل الحكومه السابقه وكانوا يشتغلون بطريقه عاديه، ولذلك المعطيات المرتبطه بالتدبير لا علاقه لها. بالعكس في اجتماعات الاغلبيه كانت تمر في مناخ، لكن التصريحات التي تكون في 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 الخارج كانت تعبر عن شيء اخر ربما مرتبط باجنده اخرى نحن لا نستطيع ان نفسرها، لكن من المؤكد ان في هذا الموضوع ديال التدبير التشاركي كان يحترم في جميع المشاريع الكبرى. في اصلاح القضاء خدينا سنه كامله، وفاش مشات سنه كامله في الحوار والتشاور مع الجميع. في هذا الموضوع ديال القانون العرائض طبيعي ان مقترحات القوانين اللي مرتبطه بحوارات لا ينبغي ان تمر لانها مرتبطه بحوارات، كاين هناك حوار وطني حول المجتمع المدني مسؤول عن انتاج المسودات الاوليه لمشاريع القوانين، وبطبيعه الحال المعارضه عندها كامل الصلاحيات في انتاج مقترحات قوانين، واعتقد بانه خصنا نسجلوا في هذه الولايه التشريعيه عدد معتبر من المقترحات، لكن ما كنتفقش مع فكره الاجنده التشريعيه البديله. لا، المقترحات البديله نعم، لكن هذا الموضوع ديال التشريع ينبغي ان يتم فيه جو توافقي، فيه الحكومه فيه المعارضه، ولكن الا المعارضه ما قامتش بالدور ديالها راه ما غاديش يمكن الحكومه تعوضها فيه، وغادي تنزل بالترسانه ديالها التشريعيه. ولهذا انا اعتقد بانه الانتاج التشريعي لا اللي موجود حاليا ولا اللي غادي ينزل البرلمان في
في هذا السنه التشريعيه غادي يكون كم هائل، لا فيما يتعلق بالقوانين الجهويه وهذا ورش اساسي في المرحله القادمه، او ما يتعلق بالقوانين التنظيميه اللي كتم اصلاح القضاء، لان الان عندنا ميثاق وهذا ميثاق اعتقد بانه غير مسبوق في تاريخ المغرب، اصبحت الان الاجنده وخارطه الطريق لاصلاح العداله واضحه، لكن القانون التنظيمي للسلطه القضائيه او القانون او النظام الاساسي للقضاة هذو كنظن قوانين اساسيه، بالاضافه الى ما يتعلق بالجهويه، بالاضافه الى ما يتعلق بالاوراش الكبرى للاصلاح اللي ربما غتجي فرصه باش نتكلموا عليها في الشان الاقتصادي، ولكن لأساسي اليوم وبالنسبه لاي حكومه هي تنجح بجوج ديال الامور، الاستقرار السياسي والاستقرار الماكرو اقتصادي. راه الا ما كانوش بجوج راه ما عندش الحكومه تدعي انها تنجح، وهنا كل واحد كيخصو يتحمل كنظن المسؤوليه ديالو. نشوف السي بن حمزه، واش في الرجوع للسؤال اللي طرحت السي حميد الدين يعني متعلق بالدخول البرلماني، واش كتشوف بان الظروف ربما تختلف عما سبق في هذه التجربه كلها من بعد منذ انتخابات 25 نوفمبر 2011، واش هناك مؤشر بانه ربما على سواء فيما يتعلق بالمردوديه بالانتاج التشريعي ولا في العلاقه بين الفرقاء خصوصا السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه؟ انا اعتقد على خلاف ما قاله السي حميد الدين، الاشكال هو اشكال ديال المنهجيه وديال الرؤيه. الصعوبات اللي كانت في التجربه السابقه واللي بكل تاكيد وبكل صدق نامل على الا تقع فيها الحكومه الثانيه ديال السي عبد الاله بن كيران، وخاصه الطموح اللي كاين عند التجمع الوطني للاحرار، هو انه هناك تشويش في الذهنيه ديال السيد رئيس الحكومه ما بين كونه في نظام سياسي ما فيهش فيه حكومه ائتلافيه مع احزاب. هذه تقريبا ثلاث ايام في خطاب وجهه لتنظيم داخل الحزب تيقول بانه ما يمكنش شي واحد يجي يحيد حكومه اللي عطاها الشعب الاغلبيه. ويتصور هو الاغلبيه وفي خطاباته امام البرلمان يتصور الاغلبيه هي 106 ديال المقاعد ديال حزب العداله والتنميه. الواقع هو انه الاغلبيه الشعب المغربي صوت حزب العداله والتنميه جاء هو الحزب الاول، ولكن الحكومه تشكلت بتحالف ديال الاحزاب، وبالتالي السيد رئيس الحكومه نهار تكون عنده الاغلبيه المطلقه يمكن له يتصرف كيف هو، ما دون ذلك فتفرض عليه الوضع الدستوري والسياسي التشاور مع باقي الفرقاء داخل الاغلبيه. وباش نزيد نوضح اكثر من هذا الشيء، حزب الاستقلال بناء على التجربه ديالو في الحكومات السابقه انتبه الى هذا الموضوع ديال العلاقه ما بين الحلفاء داخل حكومه واحده، ولهذا جبنا في البرنامج الانتخابي للحزب، الحزب الوحيد داير اللي وضع هذه النقطه في جدول الاعمال في البرنامج الانتخابي، هو ميثاق الاغلبيه، بمعنى ضابطة لوضع قواعد ديال العلاقة ما بين الشركاء ما بين الحلفاء باش ما تكونش مشاكل في الطريق اللي تأثر على البلاد مع كامل الأسف رغم الطموح اللي كان عندنا ورغم الميثاق اللي تصاوب، مع ذلك ما قدرناش أن نخرجوا من تعثرة الوقت. نعطي دليل أكثر على الاستفراد ديال السيد رئيس الحكومة بالمبادرة وباتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الأغلبية، هو القرار الأخر ديال المقايسة. ما نساوش بانه حزب التقدم والاشتراكيه صدر بلاغ واضح في الموضوع تيقول بانني لا علاقه لي بهذا القرار اليوم. واش وزراء حزب الاستقلال لم يكونوا شركاء في هذا القرار؟ وزراء حزب الاستقلال هم وزراء لا لم يوقعوا لا لم يوقعوا وزير الماليه وزير الطاقه والمعادن وزراء حزب الاستقلال مرسوم منشور في الجريده الرسميه غير موجود القرار وقعوا سيد رئيس الحكومه سي عبد الاله بن كيران الجريده الرسميه راه هي كاينه. ثانيا الوزراء لحظه اتخاذ القرار المواطنين كلام غير لا غير باش تكون الامور واضحه غير باش تكون الامور واضحه الا عندكم جريده رسميه في دوزيام جبدوها ودوزوها في الشاشه باش يشوفوها جميع المغاربه. هذا قرار ديال رئيس الحكومه، والوقت اللي اتخذ القرار ديال المقايسه وهذا موضوع اخر اساسي. اليوم عندنا الميثاق ديال اللي عندنا التصريح الحكومي اللي فيه اول اجراء فيما يتعلق باصلاح المقاصه هو مراجعه تركيبه الاسعار. ما قدرش السيد رئيس الحكومه يعمل هذا الشيء ومشى تياخذ قرار معزول بوحدو ما بدون نرجعوا للتصريحات ديال الحركه الشعبيه وديال التقدم الاشتراكيه. هذا فقط دليل على ان الاشكال اللي كاين في العلاقه ما بين الحلفاء داخل الحكومه هو ان السيد رئيس الحكومه يتوهم
على انه عنده الاغلبيه. خلي السي حميد الدين يوضح لنا غير النقطه ديال القرار ديال المقايسه ديال اذا غادي نبقاو نتفاهموا. لا غير هذا القرار المقايسه الان دابا المشاهد سمع جوج ديال الاراء، راي يقول بان هذا القرار وقعه رئيس الحكومه فقط وبوحده اللي بشكل انفرادي، كاين الفكره الثانيه بانه وزراء حزب الاستقلال على راسهم وزراء حزب الاستقلال منذ تقديم استقالتهم والبلاغ ديال الديوان الملكي في تصريف الاعمال كل ما يتعلق بالاختصاصات السياسيه تعود الى رئيس الحكومه. واش صرفوا هذا العمل هذا ولا ما صرفوش ديال المقايسه؟ واش من ضمن الاعمال التي صرفوها؟ وزراء تصريف اعمال هل صرفوا هذا رسميتها تصريف اعمال هل صرفوا هذا العمل؟ نتكلم على المسؤوليه السياسيه يتحملها رئيس الحكومه. خلي السي حميد الدين يوضح لنا هذه النقطه هذه باختصار. اللي عندهم شي مرسوم اللي وقعوا الوزاره ديال المفهوم اللي غير وضح لنا السي حميد الدين هذه النقطه باش المشاهدات اللي كيتبعونا يعرفوا. المفهوم ديال تصريف الاعمال هو مفهوم خطا في حق وزراء حزب الاستقلال. حسب المنطوق الدستوري في فصل 47 الحكومة إلا قدم رئيس الحكومة استقالته كتقدم كل استقالتها وكتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. أما الوزراء لا يعتبرون يصرفون الأعمال، الوزراء هم مستمرون في أداء مهامهم إلى حين تشكيل الوزراء الجدد كاملة غير منقوصة. ما كاينش تصريف الأعمال فيما يتعلق بالوزير كفرد، كاين تصريف الأعمال فيما يتعلق بالحكومة كفريق أما كفرد فما كاينش. هذا النص ديال الديوان الملكي طلب منهم جلالة الملك أن يستمروا في أداء تصريف الأعمال ولهذا ما كاينش تصريف الأعمال يستمروا في الاشتغال. البلاغ ديال الديوان الملكي ما فيهش تصريف الأعمال، طلب منهم الاستمرار في تصريف الأعمال. لا وإذا هنا كاينة مشكلة حقيقية في المعطيات ومشكلة حقيقية عندك سي حميد. لا 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 البيان مازال ما كاينش، طلب منهم أن يستمروا في اداء اعمال. ما كاينش مصطلح نشوفوا وجهه نظر سي زين الدين في هذه النقطه بالضبط. يمكن ان اؤكد بانه بالفعل السيد رئيس غادي نرجع لك السي حمزه غير لا لا في هذه النقطه رانا في تلك المقايسه ما تحمل مسؤوليته. لا ودابا هذه النقطه ولم يتملص لكن وزراء حزب الاستقلال موجودين. لا لا هذا اشكال عميق عند رئيس السي حمزه. السي حمزه بلاتي نسمعوا اليوم عندهم موقف علاش ما نقلناش الاشكال. السي حمزه اسمح لي السي حمزه هو اننا اردنا ان نحافظ على استقرار العمل الحكومي حتى لتتاثر الوضعيه العامه ديال البلاد. دابا ما تقراتش يعني مزيان المسؤوليه ديال رئيس الحكومه ماشي انا اللي قلت له. خلينا نسمع وجهه نظر السي زين الدين في هذه النقطه بالضبط هذه ديال اختصاص ومن غنرجع انا متفق مع الطرح ديال الاستاذ حميد الدين فيما يتعلق بهذه المساله لان الان حنا كنتكلموا على حكومه سوريا قائمه الذات ليست حكومه تصريف الاعمال. حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة التي تنتهي ولايتها يعني بشكل إما عادي أو بشكل مفاجئ مع تقديم السيد رئيس الحكومة لاستقالته. هذه حكومة بقى قائمة يمكن نسموها حكومة أقلية. نعم وضع الحالي حكومة أقلية لا ما عندهاش حكومة أقلية نعم، ولكن حكومة تصريف الأعمال لا ليس حكومة تصريف الأعمال. إذا أنا سمحت لي قلنا رأيك أنت يعني لماذا نبحث عن يعني كيفاش نوغلوا الامر؟ هو واضح هذا مواقف الاحزاب معلنه. حزب الاستقلال اعلن موقفه ضد المقايسه. التقدم والاشتراكيه كمكون في الاغلبيه هو نفسه يعني صدر على نفس الموقف. ولماذا يجب ان نبحث عن الجريده الرسميه وشكون اللي مضى وشكون اللي مضى؟ الذي يتحمل المسؤوليه واعلن تحمله للمسؤوليه وتبنى هذا القرار ودابا انا هو سيد عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه والاخوان في حزب العداله والتنميه. حزب الاستقلال قال هو علاش مشى كاع من الحكومه؟ هو احتجاجا ويعني شباط كان كيقول لا يمكن ان يقبل بان يتم استهداف القوى الشرائيه للمغاربه. هذه واحده من النقاط الخلافيه. فلذلك يعني دون الخوض في التفاصيل واش هما وزراء التدبير ولا ماشي واش وزراء التصريف الذي هم والمواقف باش تكون باش تكون الصوره واضحه باش تكون الصوره عوده الى الموضوع. هذه حكومه اقليه الان وضع ديال الدستوريين حكومه اقليه ليس حكومه تصريف الاعمال. لا سي جماعه لا تنسى. اذا انا لابد ما نرجع لهذه النقطه فيما يتعلق بهذا الموضوع. احنا تنتكلموا سياسيا أنه اليوم المسؤولية السياسية أي وزير في الحكومة لما تتخذ قرار إما كيتحمل فيه مسؤولية سياسية ولا ما كيتحملش فيه مسؤولية سياسية. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية ما قلتش أنا لا يتحمل. ولهذا لماذا اليوم حزب العدالة والتنمية عندما يطرح هذا الموضوع ديال المقايسة يقلب على شي مشجب فين يعلق المسؤولية؟ إلا ما كنتوش مقتنعين بهذا القرار كان رئيس الحكومة ما يتحملوش. أنا كنرد على فكرة أن الناس لم يشركوا. نتكلم على المسؤولية السياسية. أنا كنرد على فكرة أن الناس لم يشركوا. غادي نبدا نقاطعك. ما كنردش على فكرة المسؤولية. نحن نتحمل. وكيقول لك ما
مسؤوليه جماعيه ديال غير كنقول فكره المشاورات راه تمت مع الجميع، لان الجوهر ديال النقاش هو ان السيد رئيس الحكومه وحزب العداله والتنميه يريد ان يتهرب من تحمل المسؤوليه. نحن لا نتهرب، ولهذا هذا هو النقاش الجوهري، هذا اللي تجيب لك بالك انت. ما كاينش التهرب، ولهذا هو الجوهر. خصنا نشرحوا هذا قرار المقايسه الحكومه علاش ضروري في هذه الفتره، نوصلوا نشرحوا غنشرحوا ضروري في هذه الفتره. هذه نقطه اساسيه. اسمع لي سي بالحمزه، راه معنا السي جامع راه ما غاديش يمكن هذه الطريقه هذه في التواصل، والا حزب الاستقلال راه ما غاديش يبقى يجي لهذا البلاطو. لا شنو المشكل؟ لان ما عندها حتى معنى، كل واحد تيتكلم وتيدير فكره واضحه وتيكملها وتتبقى تقاطعني. هذا الامر تكرر في واش بغيتي نديروا الكرونومتر؟ لا لان ما عرفتش غادي نديروا الكرونومتر وغادي تشوف. لا شوف السي جامع الله يخليك، ماشي حيت حزب العداله والتنميه واحد الوقت احتج على البرنامج غادي نوليو كنتكلموا. شوف سي بنحمزه، كاينه قوانين كتاثر يعني العمل ديالنا. لا غير باش نوضح لك، لا 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 لا، شي ما عنده علاقه لا بحزب العداله والتنميه ولا لا لا لا، كاين قانون. شوف سي بنحمزه، كاين قانون اللي كيأثر العمل ديالنا، ما لا علاقه له بالفرق ولا عندها شي توجه. ما كاين، لا لا شوف، كاين شي حاجه، كاين القانون ديال هكا والقانون السمعي البصري باش خدامين فقط. ولهذا الله يخليك سي جامع، منين كنت كنتكلم تنبني واحد الفكره اعطيني الحق ديالي كيف حالي بحال الناس اللي حاضرين في البرنامج، لا اقل ولا اكثر. اما تقاطعني ثلاثه المرات وتعاود ترجع عندي، فاعتقد بانك كتشوش. لا غير كانت فكره، من الاحسن انها توضح الفكره. ولهذا الله يخليك، ملي تكون عندي الكلمه تشويش، ما كاينش ديالي، ما تنطلبش اكثر منه، ولكن اعطيني الوقت ديالي بحالي بحال باقي الضيوف ديال البرنامج. تفضل راك دخلتي في الدفوعات الشكليه. تفضل. لا ما كاينش دفوعات شكليه، هذا الجوهر. علاش كنتكلم مرتبطه بالجوهر السي جامع؟ اسمح لي. لا غير باش نوضح لك واحد القضيه، كاين قانون يؤطر العمل ديالنا، ما عنده علاقه لا بحزب العداله والتنميه ولا حزب الاستقلال والاحزاب الاخرى ولا تغير الاغلبيات ولا هذا، ما عنده علاقه. لا لا، من حقك، من حقك، من حقك السي محمد. ولكن منين تكون عندنا فكره الله يخليك، كيف ما الاخوان تفاعل، هذا نقاش تفاعل، هذا حوار، هذا حوار. نكملوا وجهه نظر السي حميد ديال نقاش التفاعل، والا غنبداو نتفاعلوا وتا واحد ما غيسمع الاخر. واخا خلينا، راه كاين واحد الضيف خامس نسينا، خلي الناس يسمعوا شويه وجهات نظر مختلفه. سي محمد اسمع، شوف وجهات نظر السي الطالب العالمي تاعو. لا انا غير نرجع للنقاش البدايه ديالو، وجوج نقط رئيسيه لمسنا خلال السنتين، هذا امور عندها واحد العمق ديالها، ان الحكومه كمؤسسه ما كانتش حاضره في الساحه السياسيه، وما كانتش حاضره في داخل البرلمان، كان وزراء كل واحد كيدافع على راسه، لكن كحكومة قوية سياسية حاضرة في البرلمان ما لمسناهاش. وهذه ملاحظات اللي يعطيناها مكتوبة للسيد رئيس الحكومة. في المقابل كذلك في البرلمان ما كانش عندنا البرلمان، الغرفة كنتكلم على مجلس النواب، ما كانش عندنا مؤسسة مجلس النواب متضامن. عندنا معارضة، عندنا أغلبية، عندنا رئاسة، عندنا مكتب، لكن كل واحد كان كيخرج كيدير تصريحات كنناقشوا كنكملوا كاين تصريحات معاكسه على برا، بحيث ما كنلتزموش بالقرار النهائي ديال المؤسسه ديمقراطيه. نعبر على رايي، الفريق الاخر يعبر على رايه، كيتخذ واحد القرار يصبح ملزما للجميع. لا، ودخلنا في واحد الثقافه جديده، وحسينا، وهادشي كنتكلم من باب التجربه الحكوميه، ان هناك مذهبين في تدبير الشان العام على مستوى الحكومه. اولا الحكومات اللي عشنا فيها، وفي واللي كنتفق مع الاستاذ حميد الدين، ان الاحزاب السياسيه في المغرب تشتغل على برامج تدبير الشان العام مرتبطه اساسا، عندها واحد الهدف اسمى هو التنميه والنمو ديال البلاد، تحسين ظروف العيش للمواطنين، ما كنختلفوش عليه جميعا. الباقي مسائل حسمناها في النقاش السياسي بيناتنا في التسعينات، منذ حكومة التناوب في الدستور 96 والطورات في الدستور 2011. الباقي كيفاش غادي نديروا إصلاح صندوق المقاسة؟ العدالة والتنمية عندهم منظور، حزب الاستقلال عندهم منظور آخر، التجمع عندهم منظور آخر، من يقرأ من زوايا مختلفة. هذه الزوايا المختلفة في غياب واحد التوافق مجتمعي بما فيهم الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون اللي ما حاضرينش في داخل البرلمان، لأنهم الفاعلون الاقتصاديون هما اللي كيوفروا المواد وكيستافدوا، والاجتماعيون كذلك اللي كيسهروا على حقوق هذا، وحنا كمؤطرين للنقاش هادشي كله كان غاب. في البرلمان كذلك عشنا هذا التضارب، وهذا هو اللي ضعف،
هو اللي خلق هذا النوع من النقاش ولينا كنقبطوه في الشكل الذي يرتبط بالجوار. اسمعني استاذ يعني سرق منك هذه الكلمه. بالتالي ما بقيناش امام قضايا استراتيجيه ذات توجهات كبرى، وهذا الشيء وضعناه نقط على الحروف باش يمكن لينا نتجاوزوا. انا اتفهم شخصيا ان الاخوان في العداله والتنميه لاول مره كيدخلوا التجربات للتدبير الشان العام في باختلاف الاحزاب الاخرى، لا الاستقلال لا الاتحاد الشراكي لا التجمع الحركه الشعبيه الذين خابروا تدبير الشان العام منذ زمان. وقع تراكم كاين هذا جا هذا الشيء شنو نضاف له؟ دستور جديد، قواعد جديده للتدبير العمل السياسي، هذا كله خلق واحد المناخ جديد. كنتكلم بشكل يعني ايجابي، ما كنت ماشي كنبغي نقدم انتقاد، خصنا نستافدوا باش يمكن لينا نتقدموا باش بلادنا تخرج تربح من هادشي. واعتقد ان كما قلت في البدايه شخصنه النقاش وتوجيه الاتهامات بشكل زعما هكذا غير بدون شويه الرزانه شويه الرزانه مطلوبه من الجميع. بلادنا الحمد لله الحمد لله ما يقع في الجوار، عندنا واحد الاستقرار السياسي كيضمنوا جلاله الملك، اوراش ديال التنميه مطلوقه، برامج هذا الان شي برنامج ما عجبش نعاودوا نراجعوه نديروا له تقييم نشوفوا مواطن الضعف مواطن القوه، مواطن القوه تولي من المكتسبات، مواطن الضعف القوله حلول، الثقه في الاداره يجب استرجاع الثقه في الاداره، في الفاعل الاقتصادي، في الفاعل السياسي، في الفاعل الاجتماعي. وهذا الشيء باش غادي يكون خصنا كامل نراجعوا السلوك ديالنا باش يمكن لينا نقدموا شي حاجه جديده لهذه البلاد ونخرطوا في الفلسفه والروح ديال الدستور الجديد. ما عدا ذلك غادي نبقاو كندابزوا وكنتخاصموا وتوجه لي الاتهامات. فهاد غير تجربه بسيطه في هذه المفاوضات ما تعرض له التجمع الوطني الاحرار ورئيس التجمع الوطني الاحرار من سب وقذف، ولكن رفعنا وقلنا ما غنجاوبوش، اللي عنده شي حاجه يمشي للقضاء ونهار يحكم القضاء انا ذاك تكون. ولكن ما دام غير ذلك بقات الناس كتسب وتقذف ودير كذا كانه باش يضعفونا ولا شي حاجه، احنا لن نتزحزح على مواقفنا مرسومه هذا اذا غنمشيو فيها حتى النهايه ديالها. واعتقد انه واحد الوقت وصل النضج السياسي لدى الجميع والنتائج ستكون نتائج ايجابيه. اتمنى ذلك. واحد السؤال سي زين الدين، واش كتشوف انت من وجهه نظرك انه حزب التجمع الوطني الاحرار الدخول ديالو في هذه التجربه هل ستكون لها نتائج ايجابيه عليها باعتبار انه تجربته اللي راكمها في ممارسه يعني تدبير الشان العام، او انه ربما نفس المسببات للاعطاب لا زالت يعني متوفره؟ يمكن نقول من الناحيه المبدئيه ان الاحرار ما عمره ما كان في المعارضه بعدا، يعني الاحرار الموقع ديالو الاساسي وهو في الحكومه، لانه باش يمكن نقول على انه حزب يمثل التوازن السياسي. وربما ما يمكنش نقول كاين هناك خطا في الخروج ديالو المعارضه، ولكن كانت هناك ظروف موضوعيه اللي خلته انه يخرج في تلك المرحله المعارضه. الان دخول ديال الاحرار من شانه انه يعطي واحد الدفعه قويه جدا للعمل الحكومي خصوصا في الشق ديالو الاقتصادي. علاش كيبان لنا التمسك بالحقيبه ديال الاقتصاد وديال الماليه واحد التمسك كبير جدا، لان الاصلاحات الهيكليه غيقوم بها الاحرار على هذا المستوى. ولكن الاشكال اللي كاين اشكال ايديولوجي ما خصناش نغيبوه بشكل كبير جدا. الا كان مشاكل وقعت الحكومه ديال سي عبد الاله بن كيران مع فاعل اللي هو قريب ليه اللي هو حزب الاستقلال اللي كيتقاسم مع نوعا ما المرجعيه الايديولوجيه، فكيف مع حزب اللي عنده مرجعيه ليبراليه؟ هذا اشكال كبير. وكيف مع حزب اللي دخل معاه كان داخل معاه في التطاحنات اللي فيها واحد الشق ديال الشخصنه؟ ما خصناش نغيبوا هذه المساله هذه، راه عندنا ملي كنتكلموا مع الفاعل السياسي في المغرب راه كاين شخصنه كبيره حاضره بشكل كبير. والا كيف يمكنني ان افسر انا شخصيا كيفاش يمكنني ان كان التعارض ما بين شبط وبين بن كيران حول السته ديال المقاعد حول نفس الشروط، والان كيتم القبول بشروط اكبر بكثير اللي قدمها النقاش على المقاعد؟ لا ماشي غير المقاعد، غير المقاعد وعلى الميثاق ديال الاغلبيه وعلى البرنامج الحكومي. اشنو هي الشروط؟ ما الذي استجد اليوم حتى يقبل العداله والتنميه باستبدال حزب الاستقلال مع التجمع الوطني الاحرار بعد ما ديك المطاحنات اللي دخلوا فيها بشكل كبير جدا؟ خلي السحامي يدير هذا كيخلي جايب الشخصنه حاضر بشكل كبير. الدخول البرلماني ولا لا؟ غنشوفوا جواب مقتضب السامي ديال هذه النقطه هذه ديال هو انه في العلاقه مع الامين العام الجديد، طبعا كانت الامور محسومه مع حزب الاستقلال زمن الامين العام السابق،
لا البرنامج الحكومي، لا الهيكله الحكوميه، لا ميثاق الاغلبيه، لا مع ولايه الامين العام الجديد حدث متغير اساسي، لغه جديده، خطاب جديد، عدم استعداد للتفاهم على اي شيء. كل ما يقال في الصحافه، اسمح لي، كل ما يقال في الصحافه، كل ما يقال في الصحافه لم يطرح في لقاءات الاغلبيه. طبعا لا يمكن لرئيس الحكومه، لا يمكن لرئيس الحكومه ان يجيب عن ما يقال في الصحافه. رئيس الحكومه يتحدث عن الاجتماع الاغلبيه. يمكن ان اؤكد لكم لجميع المغاربه لترفعات الحكومه في هذه النقطه، لا لانه هذا في اطار التفاعل سي حميد الدين. هذه انت غادي توضح النقطه ديالك، لترفعات رئيس الحكومه وكانت فيها تفاصيل على الرؤيه الاقتصاديه، لا اناقش المذكره، كانت فيها الرؤيه على هندسه الحكومه، لا اناقش الرؤيه على ميثاق الاغلبيه، لا اناقش المذكره، كانت فيها العلاقه ديال التفاعل بين مكونات الاغلبيه. اسلوب الطريقه، اسلوب الطريقه الاستاذ عادل، باش الا ما كانش في علمك هذه الامور خصها توضح. لا لا في علمي، وعطيني نقول كلمة، اسمح لي، على خلي المذكرة، إلا ما كانش في المذكرة أنا لا أناقش المذكرة. اليوم الاجتماعات اللي كانت ديال الأغلبية، لا أناقش المذكرة التي طرحت في ندوة صحفية وأعلنت للرأي العام ولا علم لرئاسة الحكومة بها. لا رئاسة الحكومة، لا لا رئاسة الحكومة نهضروا على هذا السؤال. اسمحوا لي اسمحوا لي دابا غير باش نديروا اسمحوا لي اسمحوا لي باش نديروا واحد المقارنة. دابا الإخوان السيد رئيس الحكومة ديال رئيس الحكومة ديال مكتب رئيس الحكومة في الرباط حينما بدات المشاورات، ولهذا ما كاينش هذا الاشكال هذا فيما يتعلق، خاص يكون وضوح. سيطرح رؤيه حول التعديل الحكومي فيما يتعلق بالحقائق. طلب نفس الامر انت تحكي ما يروى لا اقل ولا اكثر، لم ياتي بالكلمه، بالعكس ذهب الى الصحافه على القضايا مطروحه غير باش الراي العام يكون واضح اكثر من كل ما يقال. باش ما تبداش مقارنات، واضح جدا انه المذكره ديال السي حمزه والسي الدين رئيس الحكومه في مكاتبه بالرباط. نرجعوا للنقطه سي حمزه نرجع للنقطه ديال الدخول البرلماني. سي جر راه يمكنك تتكلم ونتكلم انا في هذا الوقت. لا لا التفاعل معك انه هذا الكلام تقال اكثر من مره من اعضاء من الحزب العداله والتنميه اننا ما توصلناش. نبغي ناكد امام الراي العام على اننا عندنا اشعار بالتوصل بالمكاتب رئاسه الحكومه في الرباط في ساعته وتوقيته قبل انعقاد الندوه الصحفيه اللي عقد الحزب. ما كنتكلمش على المذكره يا اخي، انا كنتكلم على التعديل الحكومي اللي تكلم عليه الاستاذ. التعديل الحكومي لم يطرح الاستاذ شباط اي فكره عن التعديل الحكومي. ساجد يسمح لي غير عندي جوج ديال الافكار. دابا ما باغيش انت نناقشوا، التعديل الحكومي هو في المذكره سي حميد الدين. الله يخليك، الله يخليك، راه ماشي هذاك التعديل. وتكلم على التعديل الحكومي، قال واحد الكلام مهم. ما يمكنش، ما يمكنش حنا في اجتماع ديال الاغلبيه وتقول كلام ولا تمشي تقول في مهرجان كلام اخر. وتكلم على التعديل الحكومي في اساسي تترفض واليوم تتقبل بشروط اكبر. استاذ عجاب نرجع فيه تفسير للراي العام. حزب الاستقلال الذي يجاوب اليوم لغدا غيطلبوه المغاربه. استاذ عجاب نرجع للنقطه ديال الدخول البرلماني. صوره للمغاربه. اسمحوا لي السي حميد الدين، السي حميد الدين بن حمزه. السي بن حمزه ارجوك السي حميد الدين. استاذ عجاب تفضل. نتمنى انه نخرجوا يعني هذا الحوار من هذا الشد والجذب الثنائي اللي ما كيقدمش في الحقيقه النقاش ديالنا. انا باغي نقول على انه يعني انت نظرت لهذا الدخول البرلماني انه غادي يمكن يحسن الاجواء وكذا، على العكس كنعتقد على انه هذا الدخول البرلماني هذا العام سيعكس حراره الصراع السياسي القائم في المجتمع. يعني اليوم يعني نحن امام ابتزاز سياسي دام منذ تقريبا سنه ونصف، وهناك من يهددنا بالنزول الى الشارع وبانه هو ضامن الاستقرار وبانه هو بوحده اللي ضامن يعني التوابد البلاد، وهو وفي حين كذلك السياسه الاجتماعيه اللي اليوم الطبقه العامله بمختلف تعبيراتها كلها يعني عبرت عن الغضب ديالها من هذه السياسه الحكوميه اللي لم تجد الاوضاع ديال الجماهير الا تفقيرا. فلذلك كنعتقد على انه هذا الدخول البرلماني غادي يعكس الحراره ديال هذا المجتمع السياسي والنقابي والحركيه الاجتماعيه اللي الان تغلي في المغرب، لانه الاتحاد الاشتراكي لماذا اختار ان يعقد مهرجانا من حجم المهرجان اللي عقدناه في الرباط؟ لانه كاين واحد الترويج لواحد الفكره ديال انه كان هذا الشعب المغربي يعني اصبح
يطبل ويزمر الزياده في الاسعار. يعني المغاربه فرحانين انه السي بن كيران كيزيد لهم في الاسعار ديالهم، وهما يعني ما عندهمش مانع الا بقى كيزيد حتى 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 الى ما لا نهايه. المغاربه قابلين انه رئيس الحكومه يقتطع من الاجور المضربين ويجتمع على حق الاضراب. المغاربه يعني هل وصل الشعب المغربي يعني لهذه الدرجه ديال الخنوع ديال انه ولا قابل وراضي وفرحان انه تزاد عليه الاسعار ويتهضم الحقوق ديالو الاجتماعيه في واحد العدد ديال القضايا اللي يمكن في المحور الموالي غادي نهضروا عليها. كانت واحد كنعتبروا انه هذا الدخول البرلماني سيعكس هذه الحراره ديال هذا المجتمع، ونتمنوا انه تغيب ذاك اللغه ديال التماسيح والعفاريت وهذا، ونوليو للنقاش الحقيقي حول مشاريع ورؤية وبرامج اللي غادي تكون هي نقطة الأخذ والعطاء ما بين الأغلبية والمعارضة. إذا سمحتوا لي قبل ما ندوزوا للقضية الأوراس والتحديات اللي مطروحة، كانت واحد النقطة اللي وردت في الروبورتاج متعلقة بالانتخابات الجزئية، خصوصا كان واحد الاقتراع جزئي في دائرة مولاي يعقوب وطار واحد المجموعة ديال القراءات والتأويلات، بينما اعتبره هزيمة لطرف وانتصارا لطرف. كاين اللي كيقول لك هذاك الشيء مسائل محلية ما كتدخلش فيها يعني الاعتبارات السياسية الكبرى. كاين هناك اتهامات بالتزوير بالبلطجة بالإنزال، وهذا بغيت في 30 ثانية كل واحد منكم يعطيني قراءته للنتيجة ديال هذا الاستحقاق الجزئي. السي حميد الدين، لا الأمر يتعلق بانتخابات جزئية تعقد للمرة الخامسة، وفي هذه الدائرة بالضبط تعقد للمرة الثالثة. المعطيات السياسية المتوفرة بالنسبة للحزب على 8 في الدائرة، وهو أنه انخفضت نسبة المشاركة من 45% ل 34%. هو انه حزب العداله والتنميه قدم نفس المرشح ديالو، في حين ان احزاب اخرى فضلت عدم الترشح وتحالفت مع مرشح لم يكن ينتمي الى الحزب الذي ترشح معه حاليا وهو حزب الاستقلال، بمعنى ان هذا المرشح لا علاقه له بحزب الاستقلال. ولذلك نحن لم نكن في مواجهه حزب الاستقلال، نحن كنا نواجه المال، نواجه العنف، وهذا هو المعطى الجديد الذي دخل الى الساحه. ولا ينبغي أن نطبع معه، لأنه لم يكن ندخلنا في ثقافة تمجيد العنف وأن العنف يمكن أن يؤدي إلى نتائج سياسية، فهذا أعتبره منزلق خطير جدا. فما الفكرة؟ إذن بالنسبة إلينا حافظنا تقريبا على نفس الأرقام. حصل حزب العتمي على حوالي 7000 صوت ونيف، فقد تقريبا 1500 متفهمة بالنظر لنزول نسبة المشاركة. لكن الذي لا نتفهمه، وكان يمكن أن نعترف بأنه هذا فقدنا مقعد عادي لن يزيد ولن ينقص، لكن الذي حصل هو أنه عندنا الآن 11 ضحية موثقة، 11 ضحية بالصوت يعني بالصورة بالشواهد الطبية، الذين تعرضوا لهجوم من طرف جماعات فكرة عنيفة جاء بها من مدينة فاس وقامت بإرهاب المواطنين. عندنا شهادة حية ديال النساء الذين لم يذهبوا للتصويت مخافة من يتعرضوا للعنف، وبالتالي أعتقد وهذه النقطة هذه بالضبط ما خصناش يحصل عندنا فيها تساهل، لانه كيمكن يعتقد البعض بانه بواسطه العنف راه غيدير تقدم سياسي. مفهومه الفكره سي حميد الدين، مفهومه الفكره سي حميد الدين. ارجوك ينبغي للجميع ان يدين العنف، الفكره مفهومه لانه فكره تهدد المسار الديمقراطي في البلاد. قراءتكم الاقتراع الجزئي في مولاي يعقوب؟ الاقتراع الجزئي في مولاي يعقوب كان اقتراع سياسي، كان اقتراع على السياسات ديال الحكومه بصفه اساسيه، وبالتالي كان تصويت عقابي للحكومه والسياسات ديالها. اللي بغى يعترف بهذه الحقيقه يعترف، اللي بغى يرضي ذاته بخطاب الاطمئنان ويقلب على ممرات اخرى هذا شانه. ولكن الخطير اللي وقع في الانتخابات ديال مولاي يعقوب هو انه اليوم هناك فاعل سياسي ما تيامن بالانتخابات الا على اعلنت نتيجه الفوز ديالو. ملي تعلن النتيجه انه سقط، هذه مساله كتولي تهدد المسار الديمقراطي، كتولي تهدد النموذج ديال المغرب، كتولي تهدد الاستقرار، وهذا مؤشر خطير جدا على التراكم العمليه الديمقراطيه بالنسبه للمستقبل. هذا الفاعل السياسي الا كنا غدا غنمشيو بهذا المنطق الانتخابات الجماعيه وانتخابات التشريعيه، فهذا غيطرح علامه استفهام عريضه جدا على المخاطر الجديه اللي كتواجه العمليه الديمقراطيه في بلادنا. انا كنستغرب كيفاش رئيس حكومه ووزير العدل تيجيو في اجتماع رسمي للحزب ديالو تيدير هذا الشيء الارهاب وديال المال وكذا، يمشيو يشدوا هاد الناس، عندهم جميع الوسائل والاليات والامكانات عوض من الاحتجاج السياسي بهذه الشعارات اللي توجيه خطاب نحو الذات ونحو المناضلين يعني باش يعني هاد الصدمه يستوعبوها.
عوض من هذا الشيء كاين هناك ما يكفي من الاجراءات القانونيه اللي اتخذها. لا احد يقبل بالعنف بالسياسه، لا احد يقبل بسلطه المال، ونحن حاربنا سلطه المال. ثانيا دائره مولاي يعقوب هي دائره استقلاليه تقليديا، دائره استقلاليه، لان دائره مولاي يعقوب فيها جوج المقاعد. حزب العداله والتنميه ما نجحش في نوفمبر، ما نجحش في 2011 في الدائره ديال مولاي يعقوب، حنا عندنا مقعد في 2011، والمرشح ديالنا في الانتخابات الجزئيه سحب الترشح ديالو نظرا للمرض ديالو في اليوم الثاني من الحمله الانتخابيه في الانتخابات الجزئيه السابقه. فكرا في وهذا وهذه الدائره كان جزء كان جزء هذا مرشح استقلالي يا حميد الدين، حنا اللي كنحددوا شكون بغيت يدخل حتى في هذا الشيء. كان في حصه اربعه ديال الاحزاب السابقه. وراه عندكم لانه خطير الا كان هذا الاستقلال. مفهوم 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 الفكره. السي الطالب العالمي قراتك لذاك الاقتراح الفريق ديالو صالح كنت تقولوا مع ارجوكم ارجوكم سي بن حمزه باش نربحوا الوقت باش نربحوا الوقت سي حميد الدين باش نربحوا الوقت وماشي انت السي الطالب العالمي تفضل سيدي حمزه ارجوكم 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 السي حميد الدين السي حميد الدين عفاك السي حميد الدين السي حميد الدين ارجوك السي بن حمزه ارجوك السي الطالب العالمي تفضل قراءتك السي بن حمزه ارجوك 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 فكرتكما مفهوم وهذا خطير جدا في السياسه. السي حميد الدين السي حميد الدين ارجوك السي حميد الدين السي بن حمزه مهمه رسوليه وانهم جايين واش دابا انا عندي شي مهمه انا ولا ما عنديش؟ وعلى كل حال المهمه خصها تكون في اتجاه السي حميد الدين مفهومه الفكره ديالكم جوج السي الطالب العالمي انا غير اذا سمحتوا السي جماعه باختصار هالقراءه ديال باختصار داز في الروبورتاج السي عبد الحق بالشقر كيقول اودي في المفاوضات ما بين التجمع الوطني للاحرار والاغلبيه ما تبقى من الاغلبيه انه ما كانش المفاوضات على رئاسه مجلس النواب، تم التفاوض على منصب رئاسه مجلس النواب والوزراء داخل الحكومه باش كل الامور واضحه وكاين اتفاق ديال الاحزاب الاربعه على هذا القضيه. تم التوافق على شي صيغه معينه؟ لا المهم غير باش يطلعوا جميع لا باش للاستضافه. عبد الحق بشكر يمكن ناقصه هذه المعلومه غير باش ندير نرجع مزيان ملي وضحتينا هذا الامر. لا باش انا السي حميد الدين استعمل واحد الكلمه وانا ما متفقش معاه ومن بعد نرجع للامور اخرى. لما قال حنا هبطنا المولى يعقوب واجهنا، لما كتكون المواجهه نستعمل هذه الكلمات وهذه المفردات وهذه من باب الاخويه كنقولها ماشي من حنا كنهبطوا الانتخابات كندافعوا على برنامج في مواجهات هذه الكلمات. شوف دابا هي انت عندها حموله ما عندهاش حموله ولكن دابا انت كتطلقها بشكل بيان رسمي يعني خليها سي حميد يكمل سي حميد الدين خليه يكمل مناضلين في ردود فعل. نعم خليه يكمل الفكره ديالك. طبعا عند مشاهد العنف كيعرفوا سي حميد الدين ارجوك كاين مدينه فاس وكيعرفوا سي حميد الدين ارجوك ارجوك وسي حميد الدين ارجوك ارجوك سي حميد الدين اسمح لي غير لا 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 صادقت حقي بجوج بكم سي الطالب العالمي تفضل سي حميد الدين عرف العنف في الجامعه راه تعاود فيها الانتخابات على هذا عرف العنف. لا لا انا اعتقد اننا متفقين كامل باش ندوزو للنقطة أخرى. جميع الأحزاب السياسية جميع الأحزاب السياسية حنا وصلنا واحد المستوى ديال النضج واحد المسلسل الديمقراطي اللي انطلق منذ حكومة التناوب واللي تهيئات مجموعة ديال الشروط الآن الجميع يستفيد منه، الجميع ملزم بحمايته كيفما لا في الخطاب ولا في الممارسة ولا في الترشيح ولا في كذا ولا في كذا. الآن نحن نؤسس لمرحلة جديدة ماشي كنطالبوا بالديمقراطية ولما كنجيو نمارسوها ما كتجيش معايا ما تعجبنيش ننتقدها ولما تجي معايا كان هذا ولا نستعمل فيها وسائل اخرى. اذا اعتقد احنا كاملين انا اعتقد هذه مولاي يعقوب واحد ما نعطيوهاش اكثر من الحجم ديالها. فكره مفهومه. هذا ندوز ما خصهاش تزعج حتى شي واحد تقدموا ساجاب الاتحاد الشراكي من حيث المبدا ما يمكننا الا نكونوا ارجوكم ارجوكم السي حميد الدين ساجاب ساجاب تفضل ساجاب الا مناهضين لاستعمال المال والعنف وغير ذلك من الاساليب اللي كتمس بنزاهه وسلامه العمليه الانتخابيه. ونتمناو انه تكون هذه روح ديال الجميع ولكن الروح بوحدها ما كافياش. نتمناو ان هذه الحكومه المقبله ان شاء الله توضع لنا الضوابط والقوانين اللي غتحمي العمليه الانتخابيه في المستقبل. لكن يعني هذا الشعور بالمظلوميه اللي كيتم التعبير عنه من طرف الاخوان في العداله والتنميه بالنسبه لي غير مقبول، لان كانت هذه فرصه في اطار المناهضه بالاصلاح والعمل للحكومه على انها غادي تصلح. كانت هذه فرصه لاعطاء الدليل على انها باغيه تصلح والضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين شوهوا العمليه الانتخابيه في مولاي يعقوب وفي السطات وفي غيرها. يعني كانت فرصه ثمينه
أن رئيس الحكومة والحكومة عوضة أن تلجأ إلى ادعاء المظلومية وقع علينا الاعتداء وكذا أن تتدخل بالقانون وأن تحمي العملية الانتخابية باش تكون هذه واحد، لأن هذه يعني كما قال السي حامي الدين هذه واحد الدائرة ما غتغير، لم تغير شيئا في الخريطة السياسية في البلاد، ولكن كانت مناسبة اللي الحكومة كان يمكن لها عوض اللجوء المظلومية أنها تلجأ لأدوات القانون وتخلي صدى اللي غادي يشجع المغاربة في المستقبل أنهم يثقوا في العملية الانتخابية. أنا متفق معك، أنا متفق معك، غير راه كاين معطيات فرصة باش نناقشوها، فاش تكون شي ساعة الدائرة وكيكون عندك أكثر من 250 أو 270 مكتب، وما كتستطعش توفر الأمن في جميع المكاتب، هذا كيطرح علينا سؤال كيفاش نراجعوا المنظومة الانتخابية، كيفاش يوليو عندنا الطوابير في المكاتب التصويت عوض التشتت اللي ما كيتحكمش فيه. سي الفكرة، عوض 200 يمكن يكون عندنا 20 ونديروا الأمن عوض، هذا هو النقاش اللي خصنا نطوروه. سي زين دير في وجهة نظرك، هل هذا مؤشر ولا بحال داك الشيء ديال المانيا المقاطعات اللي كتعطينا مؤشرات على الانتخابات العامه فيما بعد، ولا المغرب في منطق اخر؟ لا، هو يمكن نقولوا اولا بالنسبه لسوسيولوجيه الانتخابات في المغرب، الانتخابات الجزئيه ما يمكنش نعتبروها معيار دال على يعني نزول ديال الحجم ديال المشاركه السياسيه، هذا في التاريخ ديال المغرب كامل عندها حيثيات ديالها وعندها ظروف ديالها خاصه مختلفه على الانتخابات بشكل عام، ولكن على مستوى النتائج نعم بلغه الارقام ما غتغير حتى شي حاجه من الاغلبيه لان رقم مقعد واحد، ولكن من حيث الدلاله السياسيه راه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، لان الفارق كان فارق كبير جدا ما بين الاستقلال وما بين البي جي دي، كيوصل 1500 باش كيتحصل في هذا الدائره من هذا النوع، راه مؤشر دال على بدايه ديال التحول ديال الراي العام، خص البي جي دي ياخذوه بعين الاعتبار. المرشح السابق سبق له حصل على 7000، هذا نعم، ولكن هذا التحول دابا اللي وقع دابا الان راه مؤشر دال خاصو يتخذ بعين الاعتبار. الجامع فقط غير نقطة واحدة، وأنه القراءة ديال النتائج، لأنه ما خصناش نكون غيبوا بأنه الانتخابات الجزئية السابقة حزب العدالة والتنمية لما فاز بالمقعد اعتبر بأنها الثقة ديال الناخبين وأنه مصادقة وتزكية للسياسات ديال الحكومة. اليوم منين كانت الهزيمة ولا خصنا نقبلوا بهذا الشيء، يمكن هو ما غيغير والو في الخريطة الحالية، ولكن هو مؤشر. علاش نفيو؟ ماشي البارح كانت النتيجة مؤشر إيجابي، اليوم ماشي مؤشر. طيب، على كل حال هذا مصلحة العدالة والتنمية. طيب، غندوز للمحور الأخير ديال الأوراش والتحديات اللي مطروحة الآن أمام هذه الحكومة اللي كتقولوا من المرتقب أنه يتم الإعلان عنها غدا، والبرلمان يعني في دورته الجديدة. وغنسول السي حميد الدين، شكون كيبان لك أنت الأولويات اللي لا من موقعك يعني كقيادي في الحزب ولا يعني من رؤيتك يعني كباحث لتطور الامور، الحكومه شنو نركز الاولويات باش تبدا؟ لا، انا كنظن الاولويات واضحه لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. بقى لكم جوج دقائق لكل متدخل. الظرفيه الاقتصاديه ماشي ظرفيه سهله، كاين عوامل اقتصاديه غير متحكم فيها مرتبطه بالظرفيه الدوليه المتقلبه اللي فيها تقلبات في اسعار المواد الاوليه، مرتبطه ايضا بالوضعيه الاقتصاديه ديال الشركاء ديالنا في الخارج، مرتبطه ايضا بالموارد الماليه اللي كندخلوها كل سنه من طرف الاخوان ديالنا في الخارج، العمال ديالنا في المهجر والجاليه المقيمه بالخارج، مرتبطه ايضا بالوضعيه المناخ، المغرب مازال كيعتمد بدرجه اساسيه على الفلاحه، وبالتالي كنتمناو ان شاء الله كيف ما حصل هذه السنه يكون الموسم الفلاحي جيد، هذا غيمكن يمكننا نزيدوا نقطه او جوج في معدل النمو. هذه السنه من المتوقع حسب لانوت كادراج ديال قانون الماليه 4.8 في النمو. كنظن كاينه اوراش ديال الاصلاح اللي كيخصنا ندخلوا فيها وما عندناش فيها الوقت، الان عندنا ميثاق ديال اصلاح القضاء، عندنا الموضوع ديال الجهويه، كنظن هذه اوراش مهيكله، لكن عندنا ايضا ما يرتبط بالجانب الاقتصادي، عندنا مراجعه او اصلاح صندوق المقاصه، وما كنتفقش بانه مع الاخوان اللي كيشوفوا بان قرار المقايسه ما مندرج في اطار هذه الرؤيه، بالعكس قرار المقايسه هو مندرج في اطار اصلاح صندوق المقاصه، على اساس انه ما عندناش الحق اننا نتاخروا، لان هذه القرارات اللي كنتاخذوا اليوم ولو انها مؤلمه لو كان خديناها في 2002 كان الوضع ديالها غادي يكون اخف على المواطن، او في 2000 في الوقيته اللي كانت اسعار البترول متحكم فيها وكان ممكن أنا ذاك صندوق المقاصة نتحكموا فيه. أيضا عندنا إصلاح النظام الضريبي، إصلاح النظام الضريبي دارت عليه مناظرة كبرى، ولا بد أننا ما ندخلوا في إجراءات اللي توسع الوعاء الضريبي، وفي نفس الوقت نتجاوزوا بعض الاستثناءات في الموضوع ديال الضريبة مثل الفلاحين الكبار، كنظن جا الوقت باش نتحدثوا على طبعا مع الإعفاء بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين. كاين أيضا إصلاح أنظمة التقاعد
راه 2015 خليك السي حميد، السي حميد خليك باش نرجع لك في الاخر في واحد بضعه ثوان. السي عجاب، حنا كان نعتبروا على انه يعني الاوراج اللي يعني المغرب محتاجها هي اولا الاصلاح الدستوري الكبير، هذا الاصلاح الكبير اللي عرفوا المغرب في الورش الدستوري مع كامل الاسف يتم تبديله اليوم، يعني في ظرف سنه ونصف من عمر الولايه التشريعيه كاين مشروع قانون تنظيمي واحد وهو الذي يتعلق بالتعيين في المسؤوليات المعروفه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي مازال لم ينشر بعد في الجريده الرسميه. يعني الا كانت سنه ونص اعطتنا قانون تنظيمي واحد وماشي من القضايا ذات الاولويه في تدبير الشان العام، كنعتبرها لانه المراهنه ديالنا على الحكومه التي يقودها اخواننا في حزب العداله والتنميه والرئيس عبد الاله بن كيران، يعني هذا الورش كنعتبره هو ورش مؤجل. كنعتبره كذلك على انه حتى الاوراش التي يتم الحديث عنها مثل ورش اصلاح القضاء، يعني سنه من الحوارات ماذا انتجت؟ انتجت شي حاجه، كل المكونات ديال اسره القضاء ضدها، المحامون ضدها، كتاب الضبط ضدها، القضاه ضدها، ويعني كل المكونات ديال اسره القضاء ما يعني لم تجد نفسها في هذه النتيجه التي انتهى الى هذا الحوار. معناه ان هذا الحوار لم يكن، ما استهدفش الاطراف الحقيقيه المعنيه بهذا الاصلاح، وهذا هو حال تدبير الحوار اللي كاين من طرف هذه الحكومه حينما تتحدث عن حوار، في علما بانه كما قلت في الاول ما كاينش اراده ديال اشراك المعارضه، ما كاينش اراده ديال اشراك حتى مكونات الاغلبيه في تدبير القضايا الاساسيه. كنعتبروا على انه المسلسل ديال القرارات اللا شعبيه اللي شفنا في هذا النظام ديال المقايسه ستستمر، الدين الخارجي في ارتفاع، الدين الداخلي كذلك، يعني حنا ما كنعلقوش شي امال كبيره على هذا المستقبل القريب بالنسبه للتي تسير بها الحكومه واللي كاين فيها الهضره دائما على التماسيح والعفاريت، في حين تقتضي المسؤوليه اننا نقدموا للمغاربه برنامج واضح يحاسبونا. سي الطالب العالمي، الا سمحتوا السي جماعه، انا كنظن التماسيح والعفاريت راه دفناهم ولا غندفنوهم هاد اليومين وباش ندخلوا شي حاجه واحده اخرى. اعتقد ان ما يقع في المنطقه من يعني جيو استراتيجيا كامله، هناك مجموعه من الفرص اللي كان ممكن ان المغرب يستفد منها، لا على المستوى السياحي، لا على مستوى الاستثمارات الخارجيه، على مستوى التصدير الى غير ذلك. مع الاسف، مع الاسف، وهذا الشيء علاش تشبتنا بالقطب الاقتصادي والمالي كتجمع وطني للاحرار، باش لانه نشتغلوا بالخيارات الكبرى. عشنا سنتين كنديروا التدبير الرياضيات للماليه العموميه دون اتخاذ اي اجراء مواكب او للدفع بالاقتصاد الوطني المنتج للثروه. ان الانتاج الثروه اولا قبل توزيعها اللي خصها توجد، أن وقع واحد الإغفال لمدة سنتين لإنتاج الثروة، وأنا ما متفقش مع السي حميد الدين على المستوى هذا، راه وصلنا والسي فتح الله والعلو هو وزير وكيقول لك أودي ما يمكن ليناش نستمروا في الاعتماد على الإنتاج الفلاحي لوحده، وتم التطوير ديال هذا الشيء، وأصبح الناتج الداخلي الخام يشكل أكثر ما يشكل الناتج الداخلي يعني الصناعي من الفلاحي. الغير الفلاحي، الغير الفلاحي، غير الفلاحي. هاد السنة لولا الفلاحي وهبط الصناعي، في حين أنه كاين إمكانيات كبرى فلم يتم استغلال الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة، وهنا ما كانش، اسمحوا لي ما نستعمل الكلمة، ما كانش هناك ذكاء سياسي اقتصادي حاضر لدى الحكومة. الآن هناك إمكانيات، وحنا عندنا حلول التجمع الوطني للأحرار باش يمكن لنا نعاودوا، أولا نرجعوا الدينامية التي عاشتها. هذا يمكن الخيارات اللي كنعملوا يمكن ما كتعجبش، لكن أن نناقش الخيارات، لكن أنا ما كيعجبونيش الخيارات ونجي نقدم الخيارات كأنه هناك واحد يعني أرقام خاطئة، هذا يعني خلط ما بين الخيارات الاستراتيجية الكبرى للاقتصاد والمالية العامة والتدبير المالي بمعزل عن ما يدور في المحيط الاقتصادي. إذا داك الشيء طلبنا القطب الاقتصادي والمالي. هناك ملف ساخن لجلالة الملك دار فيه خطاب في غشت 2012 وعاود في 2013، التعليم المستقبل ديال المغاربة،
هذا ملف ساخن، بالإضافة إلى الملف ديال العدالة، بالإضافة إلى صندوق المقاسة، الإصلاح ديال صندوق المقاسة. أنا متفق بأن المقايسة جزء من الإصلاح، ولكن في شنو هو هذا الإصلاح؟ واش تعطانا هذا التصور؟ ماشي احنا ضد الإصلاح، نحن مع دابا غنذكروا في التصورات. لا لا سي بالحمزه، لا غير بلاتي يمكن الله يخليك. لا غنرجع لك 2002، خلي دوك الثواني باش نرجع لك. لا لا 2002 تم تطبيق المقايسه. انا كنت كنسنيها، انا كنت كنسني تطبيق، درنا المقايسه ولكن درناها في الارتفاع، وقلنا باش المغاربه انا ذاك المكان تما البترول ما كيفوتش 20 دولار باش المغاربه يترباو على هذا المقايسه. مع الاسف توقف، انا ماشي مسؤول عليه، ما كانش مسؤول عليه الحكومه جدو. سي بحمزه، فقط على كل حال هناك انتظارات كبيره جدا، ولكن هناك مؤشرات داله على، وهذا اللي سميناه في المذكره ديال 3 يناير، هناك ضعف القياده الاقتصاديه، هذا هو الجوهر ديال الاشكالات كلها اللي مرتبطه بالوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كاينين في المغرب. هناك مؤشرات اساسيه، 2012 الاقتصاد المغربي قدر يخلق 1000 منصب شغل صافي فقط، وهذه سابقه ما عرفناهاش اكثر من 30 سنه. 2013 التطور اللي وقع في السنه الفلاحيه اللي كانت مطريه ورحمنا الله بالشتاء، تخلق الاقتصاد، خلق 144 الف منصب شغل، منها 136 الف في القطاع الفلاحي، والقطاع ديال الخدمات يلاه قدر يخلق 5000 منصب شغل، علما انه في السنوات الماضيه كان المعدل السنوي ديال المناصب الشغل اللي كتخلق في قطاع الخدمات 85 الف. بمعنى انه هذه السنة ديال 2013 كانت استثنائية من ناحية ديال الشغل، ولكن كلها أولا مناصب غير قارة لأنها موسمية، ثم أنه كتزيد تأكد مرة ثانية على أنه غياب رؤية اقتصادية ناضمة، وبالتالي هناك إشكالية عميقة جدا. اليوم مثلا في المديونية ارتفعت المديونية الخارجية بشكل كبير، اليوم احنا وصلنا تقريبا غنكونوا في 62% في نهاية 2013، في حين أنه دخلت الحكومة على 53-51%. ايضا كان هناك القول بان غنمشيو للسوق الدوليه باش نخليو السيوله حتى على مستوى المديونيه الخارجيه ارتفعت، وهذا اللي خلى الدوله تتزاحم الاستثمار وتتزاحم القروض الموجهه للاستثمار، وهذا بطبيعه الحال تاثر على المقايسه. احنا كل شيء متفق على ان المنظومه ديال المقاصه لازم من الاصلاح ديالها ولازم من المراجعه ديالها. الاشكال فين كاين؟ هو باية تكلفه، وثم برؤية شمولية. اليوم اللي كنتكلموا على المقايسة هو جزء آلية من آلية الإصلاح، ولكن في إطار رؤية متكاملة فيها العناصر كلها. لحد الآن ليست هناك عناصر. منين بدأت الحكومة تكلمت على الدعم المباشر، سيبولي بجا وقال للناس بأنه في يونيو غادي تعطى 600 درهم للناس، دازت يونيو ما كانت حتى شي حاجه، وهذا هو الدليل على انه هناك ارتباك في الاختيارات وارتباك في الرؤيه. ولهذا قلنا بان الموضوع خصو حوار، ماشي فقط داخل الاغلبيه، ولكن حوار وطني، لان انعكاساته ما هيش فقط على مكونات الاغلبيه او المعارضه، ولكن الموضوع يشمل فكره واحده، هو انه في ظل هذه الازمه فقط، غير فقط لان مرتبطه، ما تيمكنش نتكلموا على قياده اقتصاديه وما يمكنش نتكلموا على اوراش ديال إصلاح وحنا مغيبين الحوار الاجتماعي، سنتين بدون حوار اجتماعي. سي زين الدين، لا مع النقابات ولا مع الباترونا، وهذا سابقه في التاريخ ديال سي زين الدين. هو قبل ما نتكلموا على الاصلاح، هو خصنا نتكلموا على منهجيه الاصلاح. انا متفق مع الاستاذ فيما يتعلق بالمساله ديال منهجيه الاصلاح. خص اولا يكون واحد النوع من التشاور بين مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين. اليوم كاين تعثر على مستوى ديال الحوار الاجتماعي، خصنا نقولوا هذه المساله، وهذا كينضر بدخول سياسي محشدين قوي جدا. ما يسهلش مأمورية ديال الحكومه على انها تقوم باصلاحات جوهريه، لان هذه الاصلاحات الان ولات مساله مصيريه، ما بقاش مساله يعني يا اما الاصلاح يا اما الافلاس، ما بقاش عندك اختيارات. في ظل هذا المناخ اللي تكلم عليه الاستاذ حميد الدين، ما بقاش عندك اختيارات، وغتكون اصلاحات موجعه، لان خصنا نكونوا صرحاء مع المغاربه فيما يتعلق بهذا الجانب. الا خلينا غير على سبيل المثال في الجانب الاقتصادي، اليوم الا ناخذ النموذج الالماني او النموذج الفرنسي، فرنسا غير البارح زادت في الضرائب بمعدل 20%. وبالتالي اللي الا بغينا نهتموا بالسياسه او بغينا ننجحوا في السياسه، خصنا نهتموا بالجانب الاقتصادي. ناخذ غير على سبيل المثال، ناخذ نرجع للمذكره ديال السيد رئيس الحكومه. السيد رئيس الحكومه كيتكلم على عقد برنامج، عقد برنامج منذ الحكومه ديال السيد عبد الرحمن اليوسفي منذ 2001 ما عطانا حتى شي نتيجه، لان كيجيك المسؤولين كيقول لك انا اللي غندير واللي غندير واللي غندير وما كيدار والو، وكتكون النتيجه هو الضياع. اليوم خصنا نفكروا في حلول بديله
حلول عمليه، اجراءات عمليه اللي غادي تمكن على اننا نخرجوا من هذه الحاله ديال الانتظاريه على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي في عجاله خصنا نخرجوا من التطبيق التقريبي للدستور. اليوم راه باقي ما كنوظفوش المقتضيات ديال الدستور بشكل كبير بزاف، يعني نقدر نقول لك 10% حتى الحدود ديال 15% ديال الوثيقه الدستوريه اللي هي مفعله، ما نتكلمش على الهيمنه ديال مشاريع القوانين على حساب مقترحات القوانين. هذه المساله كانت مثليا مفهومه في الدستور ديال 62 في 70 72 92 96، ولكن ما يمكنش نفهمها في الدستور ديال 2011، لان روح ديال الدستور ديال 2011 ان جعلت البرلمان يخرج من حاله ديال البرلمان المعقل نحو برلمان كامل الصلاحيه. اليوم الواقع انه الحكومه هي المشاريع العاديه والبرلمان المشاريع الاستثنائي، يعني انقلبت الايه، وهذا ما كاينش على الصعيد العالمي. بقات الى عندكم في فكره يعني في جوج جمل ثلاثه سي حميد الدين، يعني تجاوز انا كنقول اذا صلحت النيات غادي تصلح الاوضاع ديالنا. الذي ينبغي ان نسهر عليه هو توفير مناخ هادئ للنقاش السياسي. الى صادفتوا سي نجيب بوليف في نصف ساعه سيشرح للمغاربه قرار المقايسه في علاقته بمنظومه وبرؤيه اصلاح المقاصه. راه ما يمكنش دير اصلاحات الى ما اشتغلتيش في ظروف اللي فيها استقرار سياسي. مفهوم الفكره سي حميد الدين، واحد العدد ديال الوقت اللي ما كانش ممكن المغاربه يفهموا، لان كيسمعوا غير لذلك انا تجاوزت الوقت، انا كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. انا تجاوزت الوقت ديال البرنامج. تفضل سي رجب. طبعا انا متفائل بالمستقبل ديال التجربه. انا كنعتقد على انه الاصلاح يعني اي اصلاح لا يمكن ان يتم الا بالتشريع. منين كنشوف سنه ونصف من عمر الحكومه، قانون تنظيمي واحد، بضعة قوانين مروطة على الحكومة السابقة، في المقابل فرنسا الاشتراكيين وصلوا للحكم في ظرف سنة، حالة الحكومة أزيد من 200 مشروع قانون على الجمعية الوطنية، في إسبانيا 2012 8 قوانين تنظيمية و20 قانون. هذه دول عريقة في الديمقراطية، احنا باغيين نصلحوا باغيين نحاربوا الفساد والاستبداد، مفهوم الفكرة، ولكن بدون أن هي التربة الكافية للقيام بالطلب العالمي، لذلك بدون تشريع وبدون مجهودات لا يمكن. سيعجب شكرا سي الطلب العالمي في ثوان. أنا بعجالة أقول وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول أن هناك هوامش كبرى في الاقتصاد الوطني المغربي لا زالت لم تستغل بعد. يجب التوفر على القدرة والذكاء لابتكار الآليات التي تناسب مراحل ديال الاستغلال ديالها. باقي معنا مازال إمكانيات. طنجة الكبرى لوحدها عبأت 7.5 مليار درهم، نصف ميزانية الاستثمار التي اقتطعتها الحكومة من الميزانية العامة للاستثمار. هناك إمكانيات، وهذه مرتبطة بالجهوية المتقدمة بالتركيبة المؤسساتية. عندنا إمكانية هوامش كبرى، هاد الهوامش الكبرى داكشي اش كنقولوا ودي، حنا تشبتنا بالقطب الاقتصادي وخابقوا الناس كيلفقوا لنا واحد المجموعة ديال التهم، لكن هناك حلول وغادي تشوفوها على أرض الواقع إن شاء الله. فكرة مفهومة سي بحمزة. أنا كنقول بأنه مازال نعاود نقول بأنه المشاكل الأساسية اللي كانت جوج، كان أولا المنهجية ديال التعاطي مع الشركاء، وأعتقد وأتمنى على أن التجربة المقبلة باش ما نكونوش مستمرين في إدمان الهضر ديال الزمن السياسي. والنقطة الثانية هو ضعف القيادة الاقتصادية ديال الحكومة، واللي كنتمنى اليوم مع الأحرار على أنه يتم تدارك لهذه الوضعية. اللي مهم لهذا الشيء، المغاربة كينتظروا الشغل، كينتظروا الصحة، وتنتظروا تعليم جيد للابناء ديالهم اللي كيمكن يعطيهم العداله في المستقبل. هاد الثلاثه ديال العناصر هي اللي كنظن بانه مساله اساسيه، ولهذا هاد التحول وهاد التراكم اللي تحقق في البلاد على المستوى الديمقراطي وعلى مستوى الاصلاحات الاقتصاديه وكذا، في هاد السنتين تعرض لمخاطر كبيره بعقليه تريد الانفراد بتدبير الامور ديال الدوله وهي ما عندهاش الكفاءه لهذا الامر. تنتمنى على انه ما تبقى من زمن هذه الولايه انه لا يتم اهداره، لان شكرا. المواطن المغربي والشعب المغربي تيأدي. شكرا سي زين الدين في ثواني قليله. يمكن نقول عضو هذا النقاش ديال اليوم ان الديمقراطيه كتقوى بالنقاش الهادئ والهادف، وكتقوى بتقويه المؤسسات والوسائط السياسيه بشكل كبير جدا. على جميع الفرقاء السياسيين انهم يتحلوا بهذه الخاصيه ديال النقاش داخل المؤسسات وتقويه هذا النقاش، لان اليوم هناك العديد من المكتسبات، ولكن هناك العديد من الانتظارات كذلك. هناك انتظارات ديال المواطنين على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي ينبغي تلبيتها. هذا النقاش اللي تكلمنا عليه اليوم اللي كان فيه الطابع التقني ما كيهمش المواطن بشيء كبير، اليوم كيهم المواطن ما نسميه بالنفعيه الاجتماعيه، يعني ما تكلم عليه الاستاذ حمزه فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، الصحه، التعليم، السكن، هذو هما الاساس. خاص ضروري
نقاط التسريع في هذا المجال لان هي المداخل الاساسيه للاصلاح. شكرا سي زين الدين. من النقاط اللي تكلمنا عليها اليوم هي نقطه الدخول البرلماني، واضرب لكم موعدا بعد زوال يوم الجمعه ضمن برنامج خاص لمناقشه تحديات الدخول البرلماني وكذلك لتحليل ابرز مضامين خطاب الملكي في افتتاح الدوره. نفس الموضوع سيعود اليه بتفصيل الزميل انس العمراني ضمن برنامج مباشر من مقر البرلمان يوم السبت ضمن مجله البرلمان. شكرا على وفائكم والى اللقاء.